بعرفنا دلوقتي ان دي اسمها بوينت، ولما اجيب بوينت جنب بوينت جنب بوينت سم اوف بوينت هيديني ايه؟ لاين سيجمنت. طب اللاين سيجمنت ده انا بعبر عنه بايه؟ بكتب ايه ايوه بي وعليها شرطه من فوق كده وبقول لاين سيجمنت اسمه ايه؟ اي بي. لازم اعرف كمان ان اللاين سيجمنت ده ليه ستارت اند اند، ليه نقطه الستارت بتاعته او البدايه بتاعته، وكمان ليه نقطه الاند بتاعته او النهايه بتاعته. في مشكله كده؟ لا طب ناخد واحد تاني وتقولوا اسمه. انا فاكره الريل. انت فاكره الراي؟ طب ايه ده؟ ستريت لاين. ده اسم ستريت لاين. يعني ايه ستريت لاين؟ يعني خط مستقيم. طب الستريت لاين ده، الشعاع ده، الري ده، والسهم ده كده بيعبر عندي ان هو عباره عن سم اوف بوينت بس، نو ستارت نو اند. يعني ايه نو ستارت نو اند؟ انا ما اقدرش اجيب البدايه بتاعته ولا النهايه ايه بتاعته. طب الري بقى اللي انتوا فاكرينه، ليه ستارت بوينت بس ملهوش اند نهايه، بوينت، ملهوش اند، ملهوش ايه اند ملهوش نهاية. بالظبط. ولو انا عايزه اقرا ده فبكتب كده ستريت لاين اي بي، ولو عايزه اكتب ده فبكتب اي بي ري، اي بي ري، او الري اي بي، وده بقول ستريت لاين اي بي. طب انا هديكوا حاجه تانية، هدي ري كمان، هبدا من هنا من بي وهنا ايه، اقدر اقول على ده الري ده A B ري؟ لا لا إيه؟ انا دايما ببدا بالستارت، انا دايما ببدا بايه؟ بالستارت. هل الستارت هنا عندي ايه؟ نو. يبقى لا الستارت عندي مين؟ بي البي. يبقى اكتب ده ايه بقى؟ ايوه بالظبط كده، الري بي ايه، الري بي ايه. تمام، في اي مشكله في اللي احنا قلناه؟ لا تمام. يلا ناخد حاجة تانية. لو أنا جبت وان راي، الوان راي ده اسمه اي بي، جبت another راي، راي تاني بس اللي ستارت بوينت بتاعته اي فسميته اي سي، يبقى عندي راي وراي بس بشرط التو راي ليهم نفس الستارت. الشكل ده هسميه انجلز، الشكل ده هسميه ايه؟ انجل. يعني ايه انجل؟ يعني زاويه. انجل يعني زاوية ايه؟ زاويه. زاوية الحته دي اسمها انجل، الحته دي اسمها ايه؟ انجل. يبقى الانجل أنجل. دي عباره عن ايه؟ عباره عن تو راي كونكتد. يعني ايه كونكتد؟ متصلين فروم الستارت بوينت، فروم ايه؟ الستارت بوينت اللي هي نقطه البدايه. في اي مشكله من هنا؟ لا طب الانجلز دي عارفين انا برسمها بايه او بقيسها بايه؟ طب ايه يعني بالمنقل انجلش ما تعرفش؟ تعرفوا يا بنات منجله بالانجلش معناها ايه؟ اه، منجله بالانجلش معناها بروتراكتور. بروتراكتور، بروتراكتور دي هي ايه اللي انا هعمل بيها ميجر الانجل. وده بيجي سؤال عندي في الامتحان، device جهاز او tools. يعني ايه tools؟ tools قصدي يعني ادوات، أدوات يعني اداه measure the angle، بقيسها بايه؟ بالبروتراكتور. في اي مشكله لغايه هنا؟ لا البروتراكتور بعد كده بيتقسم عندي للتايبس. يعني ايه تايبس؟ انواع نعم الزوايا. هتاخد انواع زوايا كتير، ده نمبر 1 زاوية اسمها زيرو انجل. زاوية اسمها ايه؟ زيرو. زيرو انجل الزيرو انجل دي الميجر بتاعتها ايكوال زيرو. ايكوال ايه؟ طب ازاي ارسمها يا مس الزيرو انجل دي؟ بصوا، هي لاين سيجمنت اهو، سوري، ري ايه بي سي. طب هي معناها ايه؟ معناها ان انا عندي اتنين راي، ايه اللي حصل لهم؟
حصل لهم انهم انطبقوا على بعض او جو ايه على بعض، اللي فوق ده جه على اللي تحت، فبقيت الانجل عندي هنا بكام؟ بزيرو. بقيت الانجل عندي هنا بكام؟ بزيرو. زيرو. ماشي، يبقى الزيرو انجل عبارة عن انجل يا بنات ملهاش انجل، ملهاش فتحة، هي عبارة عن ري بس عليه 3 بوينت A B C. طب وبكتب الانجل ازاي؟ اهو A B C، دي بقرا الانجل كده A B C. طب انا هكتب كذا انجل قبل ما ابدا في الزوايا، ولو سمحت انت اقرا يا لمار الزاوية دي او الانجلز دي اقدر اقراها ازاي؟ بقولك يس بنرى A B C A B C. طب ليها قراية تاني؟ ليها قراية تانية يا ليان؟ ليها قراية تانية يا كريم؟ B A C لا، دايما دي اسمها الفيرتكس، دي دايما اسمها ايه؟ يعني ايه Vertex. فيرتكس؟ رأس الزاوية. رأس الزاوية لازم يجي في الميدل، يعني ايه في الميدل؟ في المنتصف. فدي تتقري كده سي بي اي، اسمها الانجل سي بي اي او اور انجل بي. بس اقرا الفيرتكس، اقرا ايه؟ الفيرتكس. الفيرت طب تعالوا الناحية التانية، اقروا دي يلا، انجل اسمها ايه دي؟ اكس واي حلو، او او واي اكس زد تمام، او اكس. او اكس، يبقى دي اسمها واي اكس زد ايكوال. ممكن اقراها تاني، زد اكس واي ده انجل اكس. تمام، طب دي اخر واحده او اف ان او ان اف او او انجل او، سوري انجل اف. خلاص الاف لازم الفيرتكس تبقى في الميدل، لازم الفيرتكس تبقى في الايه؟ في الميدل. في اي مشكله في اللي انا قلته؟ قرايه الزاويه قرايه مهمه جدا، ليه؟ هتحدد لك انت بقى لما هو يقول لك find measure the angle كذا، انت من قرايتك للزاويه لو كنت بتقرا الزاويه غلط مش هتعرف تحدد الزاويه هو عايز انهي واحده. تمام، يبقى احنا دلوقتي اخدنا ايه؟ الزيرو انجل. طب الانجلز دي اقراها ازاي؟ مين اللي في الميدل عندي؟ مين اللي في الميدل؟ البي. يبقى اقول البي انجل اي بي سي او انجل سي بي اي او انجل بي. تمام، تمام. ده اسم كده انا قريت الزاويه. طب انا عايزه اكتب قياس الزاويه، بكتبها ازاي؟ بكتب كده ام يعني ميجر، ام يعني ايه؟ ميجر. ميجر انجل اي بي سي ايكوال زيرو. ايكوال ايه؟ زيرو. في اي مشكله من اول انجل؟ طب نمبر 2، نمبر 2 دي انتوا اخدتوها اللي هي مين؟ الاكيوت. الاكيوت انجلز انا لازم احفظ شكل الانجلز، وكمان هي بتوين الرينج بتاعها من كام لكام. الاكيوت انجل ادي شكلها، تمام، كل دي اكيوت انجل، كل دي اكيوت ايه انجل. أكيد طبعا أنجل بتبدا منين؟ بتبدا مور زان زيرو لس 90. لس زان ايه؟ 90. هي اكبر من الصفر واقل من كام؟ من 90. في اي مشكله؟ طب ادي اقرا اي واحده فيهم، اه دي اكس واي زد، فاقول ميجر انجل اكس واي زد ايكوال مثلا 70. طب لو انا عندي الزاويه دي أكل ايه رايك يا ليان وتامر وضحى؟ اكيوت. ليه؟ ليس ذان 90. ليس ذان ايه؟ 90. حتى لو انا عندي 1 فورس، حتى لو انا عندي 1 فورس لسه اقل عن 90، فالزاويه دي اسمها ايه؟ اكيوت انجل. في اي مشكله؟ طب ناخد نمبر 3. نمبر 3 بعد كده عندك الرايت، عندك مين؟ الرايت انجل. انا ما عنديش ليها ميجر غير 90 بس، غير ايه؟ 90 بس اهي.
عمود وعمود واقف، راي نايم وراي واقف، وبعمل عندها سكوير صغير. دي انجل اسمها A B C. رايت انجل ايكوال 90. رايت انجل ايكوال كام؟ 90. في اي مشكلة بقراها ميجر انجل A B C، ميجر انجل C B A، ميجر انجل B ايكوال كام؟ 90. تمام. تمام نمبر 4 الاوبتيوز. اوبتيوز انجل، مالها دي؟ دي من مور ذان 90، اكبر من 90، وايه؟ وليس ذان 180، اكبر من 90 وليس ذان 180. طب شكلها اهو، فتح ايديها كله، دي obtuse angle، كله دي ايه؟ obtuse angle. مثلا تبقى مثلا 130 150 170، كل ده اسمها obtuse angle. من كام لكام؟ more than 90 less than 100. طب اديتك واحدة قلت لك 90 and half، يبقى دي اسمها ايه؟ اها غلط. أيوة العيال، اسمها ايه دي؟ جوز obtuse جوز more than 90، more than 90 موزان 90 هي more than حتى لو بها 90 by half، هي أكبر عن ال 90 بهاف. طب اديتك دي obtuse دي ليه؟ less than 180، less than 180 ماشي؟ علشان في سؤال هيقول لك ماشي حدد او determine the type of angle، حدد نوع الزاوية، هيديك رقم ويقول لك حدد نوع ايه الزاوية. طب كده وصلنا لنمبر 5. نمبر 5 اسمها straight، straight angle. straight angle. طب دي ليها ميجر واحدة 180. طب وشكلها ازاي؟ اهي بصوا، اسمها A B C او C B A او انجل B، والميجر بتاعها ثابت كام؟ 180. واحد هيقول لي ما دي نفس اللي انت عملتيها في الزيرو، اقول له لا، الزيرو انجل كانت كده، كان عندي 1 ستارت وكانوا الثلاثة او الثري بوينت واقعين كده A B C. اما شايف دي، انا عندي الفيرتكس بتاع الانجل فين؟ في الميدل، وعندي ستريت من هنا وستريت من هنا. اما هدي كان عندي ستريت واحد علشان ما تلخبطش ما بينهم. تمام. قولي يا ليان. بقول ان الاستريت اللي هو الخطين فتحوا خالص يعني يعني ضيقوا انا قصاد كان بعض. عندي واحد كده وكده، دي اوبتيوز. ده بقى قعد 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 قف، يفتح 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 لغاية ما بقي ايه؟ قصاد ده. فساعتها بقي اسمه ايه؟ ستريت. امال دي؟ لا، ده دي اتسحبوا مثلا على بعض. كانت كده، الميجر بتاعها 5، جه 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 كده، القفل قفل هنا، وقع هنا. تمام؟ اوعى نلخبط ما بينهم. في اي مشكلة كده في الستريت؟ طب اللي لا لا بعديها بقى نمبر 6 اسمها ريفلكس اكشن انجل. يعني ايه ريفلكس؟ كلمة ريفلكس معناها منعكس، يعني زاوية منعكسة. طب ايه هي دي؟ اول مرة اسمع عنها. انا هوريها لك، هنا ايه وهنا بي وهنا سي. انا لو قلت لك الانجل اللي اسمها سي بي اي، سي بي اي، مش دي الزاوية اللي من جوه دي؟ اهو سي بي اي او اي بي سي، او انجل مين؟ بي. بي الانجل دي التايب بتاعها ايه؟ اكيوت، يبقى دي اكيوت. أكيد أنجل طب امال يا مس فين الريفلكس؟ ادي الريفلكس. اسمها بكتب كده ريفلكس انجل
A B C على طول ريفلكس، يبقى اطلع لبره اخد الانجل اللي بره A B C اللي بره او C B A اللي بره، واكتب قدامها كلمة ايه؟ ريفلكس. طب ريفلكس. اقيسها ازاي؟ سهلة، قال لك ان الانجل اللي جوه مع الانجل الريفلكس الاتنين ايكوال 360. يعني انا لو اديتك مثلا، لو اديتك، لا لو اديتك انا مثلا انجل 60 وقلت لك فايند، وسميت دي اكس واي زد، وقلت لك فايند ذا ريفلكس انجل اكس واي زد، يبقى انا قصدي على اي انجل؟ الانجل دي اللي بره، فبكتب ان الريفلكس انجل اكس واي زد ايكوال، واكتب كلمه ميجر. ميجر يعني ايه؟ قياس. ريفلكس قياس انجل اكس واي زد ايكوال ايه؟ ايكوال 360 ماينس اللي جوه، ماينس ايه اللي جوه؟ اللي هو جنبه كام 60، يبقى الريفلكس ايكوال كام؟ 300 ديجري. 300 ايه؟ ديجري. في نجرين. اي مشكله؟ لا ها؟ اكمل؟ اه تمام. انا كده خلصت انواع الزوايا اللي انتوا كنتوا المفروض تعرفوها. عندي 3 انواع تانية مش تبعهم، حاجتين مع بعض. يعني ايه؟ عندي واحدة اسمها adjacent. يعني ايه كلمة adjacent؟ adjacent معناها متجاور. adjacent معناها ايه؟ متجاور، زاويتين جنب بعض. ازاي؟ ادي واحدة كم انجلز دول؟ ادي ايه، ادي بي، ادي سي، ادي دي، طيب ادي اي، وادي ام. بصوا تعالوا عدهم معايا، ادي انجل يبقى ادي 1، ادي انجل ادي 2، ادي انجل ادي 3، ادي انجل ادي 4. على فكرة في انجلز تانية، لو انا خدت من هنا لهنا، ولو انا خدت من ده لده، ولو انا خدت من ده لده، ولو انا خدت من هنا لهنا. بس انا عشان ما لخبطكمش خلينا نمشي بالهدوء، يعني خلينا نمشي واحده واحده. تعالوا نقرا اول انجل. اول انجل اسمها ايه؟ اي ام بي. اسمها ايه؟ اي ام بي. طب تاني انجل، تاني انجل اهي اهي اهي، شفتوها كده لما علمت عليها بالقلم؟ سي سي اي سي ام بي او بي او بي ام ام سي سي، بس ما حدش في الحاله دي يقول لي انجل ام. ليه؟ ده ام كذا انجلز، فما ينفعش لما يكون عند الفيرتكس عندها كذا انجل اقول انجل ام واحده. يبقى الانجل دي اسمها بي ام سي او سي ام بي. تمام. طب يلا واحد يقرا الانجل نمبر 3. تمام. او سي ام سي او سي ام اي. تمام، ينفع اقول انجل ام؟ لا طب لو لا سمحت انا تقروها دي انجل 3 ام سي او ايه؟ سي ام دي دي ام سي او سي ام دي تمام سي ام دي او دي ام سي. اقرا يا ضحى نمبر دي ام اي او اي ام دي. عرفنا ازاي نقرا الانجلز؟ طب تعالوا طبعا نشوف الادجسنت. يعني ايه الادجسنت؟ اللي جنب بعض. 1 و 2 adjacent مع بعض يعني جنب بعض. 2 و 3 adjacent يعني جنب بعض. 3 و 4 adjacent. ينفع اقول 1 و 4 adjacent؟ نو، هما مش جنب بعض، ما بينهم angles. عرفتوا يعني ايه adjacent angles؟ يعني 2 angles جنب بعض، 2 angles جنب بعض، دي adjacent لدي. طب واحدة كده كمان، دي adjacent لدي، هما الاتنين مالهم؟ جنب بعض، مفيش انجل في النص. في اي مشكلة؟ نمبر لا 3 نوع تاني اسمه، الاتنين اللي انا رايحة اكتبهم دول مهمين 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 من هنا القطر، هيفضلوا معاكم
لغاية ما تخلصوا تالتة ثانوي. كل لسن في الجيومتري هتستخدموه، اسمهم كومبليمنتري. كومبليمنتري، انا مش هقول اسمهم باللغة العربية عشان تتلخبطوش. كومبليمنتري انجل، كومبليمنتري انجل. ايه قصتهم الكومبليمنتري انجلز دول؟ اللي ده عبارة عن تو انجل، اي اتنين انجل مالهم الصم بتاعهم ايكوال 90. الصم بتاعهم ايكوال ايه؟ 90. نعم. هم ايه؟ كومبليمنتري. كومبليمنتري. طب شكلهم ازاي اهو؟ زي المستقيم مثلا دي تبقى 60 دي ودي تبقى تبقى 30 مثلا، دي تبقى 45 ودي تبقى 45. اهم حاجة ان المجموع بتاعهم او السمشن ايكوال كام؟ 90. فبقول لو انا عندي الانجلز دي، فبقول ان انجل ايه بي سي، فين ايه بي سي؟ اهي ايه بي سي. والانجل التانية اللي اسمها سي بي دي، مالهم دول؟ ار كومبليمنتري. elementary ار ايه كومبليمنتري؟ واي only ليه هم كومبليمنتري؟ because the summation of measure is 90، لان السميشن بتاعهم ايكوال كام؟ 90. nine في اي مشكله؟ لا اخر جزء عندي في الدرس اللي هو مهم جدا جدا جدا، زاويه تانية او انجل تانية، سبليمنتري انجل. السبليمنتري انجل قلنا زاويتين تو انجلز، مالهم السميشن بتاعهم كام؟ 180. زي مثلا الانجل دي، الانجل دي 100 مثلا 30، يبقى تبقى كام؟ يبقى تبقى 50. يبقى الانجل اللي اسمها بي اي سي. الانجل التانية يا لمار اسمها ايه؟ الانجل الثانية سي اي دي الانجل التانية اسمها سي اي دي اهي، او انجل مثلا اسمها ايه؟ او ايه دي اي سي او دي اي سي. دي اي سي اقراها من فوق او اقراها من تحت؟ سي اي دي او دي اي سي. دي عبارة عن 130 ودي عبارة عن 50، الاتنين السمشن بتاعهم 180. يبقى ساعتها الانجلز دول اقدر اسميهم ايه؟ سبليمنتري. اقدر اسميهم ايه؟ سبليمنتري. في اي مشكلة في الشرح اللي احنا شرحناه؟ لا لا طب انا كده خلصت الليسونز بتاعي، انا كده هبدأ احل من اكسرسايز. يا ماشي، الشكل اللي قدامي ده بيقول لي A و B و C and D are points، نقاط lying on one line، بيقعوا على خط واحد. complete. يعني ايه الرمز ده؟ سبسيت ايه؟ لا ده بيلون بيلون belong. والرمز ده؟ not belong not طب belong وده؟ subset وده not not subset subset. البيلونج والنوت بيلونج هستخدمهم مع البوينت. الست والسبسيت والنوت سبسيت هستخدمهم مع المجموعة، يعني زي مثلا اي بي لاين سيجمنت، زي مثلا ستريت لاين اي بي، زي مثلا راي اسمه بي اي. ساعتها دول هيبقوا اسمهم ست، مجموعة، ما اقدرش استخدم معاهم بيلونج ونوت بيلونج. ماشي، تعالوا بقى نشوف ايه مالها علاقتها بالدي سي. فين دي سي اهو؟ الدي سي ده راي ولا ستريت ولا لاين؟ راي. راي. طب ليه نقطة ايه الراي؟ ستارت. ستارت هل الايه بيلونج للراي ده؟ لا يبقى استخدم ايه؟ انت صح. استخدم ايه؟ نوت ست بيلونج بيلونج نوت بيلونج. استخدم نوت بيلونج. نمبر 2، الدي دي ان بوينت دي مع اللاين سيجمنت اي سي.
طب هو فين اللاين سيجمنت دي سي ده؟ اهو اللاين سيجمنت اي سي اهو. طب اللاين سيجمنت ليه ايه؟ ليه اند وليه ستار. هل الدي دي تخصه؟ لا لا، يبقى استخدم ايه؟ نوت بي لونج. طب نمبر 3، عندي اي بي. يعني ايه اي بي؟ اهو ستريت لاين. اسمه اي بي، شايفين شكله؟ اي بي ستريت لاين. ليه ستارت اور اند؟ ايوه انا عملت صح، اي دي، علشان انا عندي اي بي ده ملهوش لا اند ولا ستارت، لا ليه اند ولا ليه ستارت، فعبارة عن اي دي كله. اي دي هو اي بي كله، هو اي سي كله لو انا عندي ستارت لاين ستريت لاين. هل السي بي تقع عليه او بيلونج ايه؟ اه طبعا، اه طبعا. طب سيك لا بلونك انا بتكلم عن ده، فالسي دي بوينت، فالسي بوينت سي بيلونج لاي بي. طب نمبر 4، الانجل ايه مالها بالانجل اي بي سي؟ طب فين الانجل اي بي سي؟ اهي اي بي دي سي. دي هل الايه ليها علاقة بيها؟ لا لا لا، يبقى نوت بي لونج. طب نمبر 5، طب ست يا مس. ده ايه دي؟ على فكرة البوينت بنحل الهمومات تحت بعض، ده اللي لخبطني. الايه دي بوينت، ما اقدرش اقول نوت سبسيت علشان دي نوت. انا كنت فاكرة على رقم 5 عشان انا لسه رايحة لخبطت الفار، وكنت بفكر. انا لسه رايحة الفار. 5 بتقول دي سي لاين سيجمنت، فينو اهو دي سي لاين سيجمنت، لي انت ولي ستار، ماله ماله بالستريت ستريت لاين اي بي. طب هو فين الستريت لاين اي بي؟ اهو ادي اهو الستريت لاين اي بي ده كله، كله بقى. ماله ده بقى يا ضحى؟ طب سيك سبسيت. دي بي سي ده سبسيت. عرفتوا الفرق ما بين سبسيت وبلونج؟ دي سي ده ماله. طب اللي بعديها نمبر 6، بي سي فين بي سي؟ تعالوا نجيب بي سي، ادي بي سي. بي سي دي ايه؟ دي لاين سيجمنت، ليها ستارت وليها اند. مع مين؟ مع الري اللي بدايته مين؟ الستارت بوينت بتاعته مين؟ بي ايه. طب هو فين لو انا حبيت ارسمه؟ اهو يا مس، من اهو البي ورايح كده. هل ليها علاقة بي اللاين سيجمنت بي سي؟ لا، شايفين دي ورا وهو القدام. طب انا اقول لك ازاي، ادي انا ارسمها تحت، ادي بي اي ري اسمه بي اي تمام، والتانية اسمها ايه؟ بي سي لاين سيجمنت. اهو بي سي لاين سيجمنت، هل ليها علاقة بي؟ هل جزء من فهمتوها ولا اقولها تاني؟ دي نمبر 6. لا بس انت وانا فهمت. طب يبقى هنا هقول ايه؟ نوت سبسيت. وليه ما اخدتش نوت بيلونج؟ لان دي ست مجموعة نقط جنب بعضها. طب اللي بعدها ري اسمه بي ايه. طب تعالوا نشوف، تعالوا نمسح ده كله ونشوف فين الري اللي اسمه بي ايه. ادي بي ايه بادئ كده، بادئ هنا وماشي كده. وعندي بصوا ده ايه اسمه، ايه ده اسمه ستريت لاين دي سي، يعني لا لي ستارت ولا لي ولا اند. يبقى بالنسبة له بي ايه ايه سبست منه، شوف سبست سيت ايه منه. من لاين سيجمنت اي سي، لاين سيجمنت اي سي فينها؟ اهو لاين سيجمنت اي سي ليها ستارت وليها اند، ولاين سيجمنت تانية اسمها اي دي، ولاين سيجمنت تانية اسمها اي دي. اهي اي دي مالها بقى؟ دي صوت غلط سبسيت سبسيت طبعا. سبست دي ست ودي ست، دي مجموعة ودي مجموعة، فهمناها؟